مشاورين لكم فيديو جديد. وهالمرة عندنا هذا سمارت تي في من شركة ال جي. الموديل مالته مثل ما تشوفون هذا ظاهر امامكم. مشكلة هذا الجهاز طبعا خليه شغله امامكم. خلينا نربطه على الكهرباء، نربطه على الكهرباء. ومثل ما تشوفون هنا الضوء مال التشغيل يرمش بهذه الطريقة. ولو حاولنا نشغله من خلال زر الباور ماكو اي استجابة، يعني التلفزيون ميت بشكل كامل. خلينا نفككه، او بالاحرى اني فككته. خلينا نفتح الكفر الخلفي ونحاول نصلحه سوية. خليكم متابعين. كارت الباور شباب، وهذا كارت الداتا او المعلومات. المشكلة طبعا بما انه الباور جاي يشتغل بالجهاز، فعلى الاغلب كارت الباور عندنا سليم. ممكن تكون عندنا مشكلة بكارت المعلومات او كارت الداتا، فراح نفحص البوردين ونشوف يا هو اللي عاطل ونقوم بعملية اصلاحه ان شاء الله. فخليكم متابعين. اخوان مثل ما تشوفون هنا الرمشة اللي جاي يصير بالتغذية، كأنما الفولتية من كارت التغذية جاي تعبر على كارت الداتا واكو شيء يمنعها. ولو جينا القينا نظرة على كارت التغذية مال الباور مثل ما تشوفون كلش نظيف وما بي اي اثار حرق او ما بي اي مكثفات منتفخة. هذا ينطينا نوع من العلامة او نوع من المؤشر على انه كارت الباور سليم على الاغلب. ممكن تكون مشكلتنا بكارت الداتا، راح نركز على الكارت الداتا بعملية الفحص ونشوف اذا راح نلقى مشكلة او لا. خليكم متابعين. الملتيميتر على وضع الدايود، ونجي نتأكد من سلامة الدوائر اللي على هذا الكارت. اول شيء نبدي بهذه الدائرة هنا، هذا يبين عندنا شورت هذا الطرف، ممكن طرف الارضي. نعم، هذا الطرف الارضي، هذا الطرف الموجب، هاي الدائرة ما عليها شورت. وهنا يبين بهذه الدائرة عندنا شورت، ولكن هاي دائرة المعالج، فممكن تكون يعني الموانعة مالتها قليلة، ولهذا جاي تبين عندنا شورت. نجي على هاي الدائرة الأخرى اللي هنا، ما عندنا شورت، ما عندنا شورت، ما عندنا شورت. زين، هنا بهاي المنطقة أيضا ما عندنا شورت. عندنا بدائرة المعالج يبين عندنا شورت. خلينا نجي نحطه على وضع الأوم حتى نتأكد. خلينا نشوف ايش قد راح نحصل. هنا 0 أوم هذا الطرف الأرضي، وهنا 41 أوم. هذا الشيء منطقي بدائرة المعالج، 40 أو 41 أوم على دائرة المعالج كممانعة مقبولة. خلينا نجي نشوف بقية الدوائر. نرجع على وضع الدايود، نجي نشوف هاي الدائرة مثلا، ما عندنا شورت، ماكو شورت. اوبن لوب، ما عندنا شورت. هنا يبين عندنا شورت، هنا عندنا مثل الشورت على هذا المكثف. خلينا نشوف المكثف الاخر، ماكو شورت هنا. ما عندنا هنا ايضا شورت، ولا هنا اكو شورت، ولا هنا اكو شورت. هاي الدائرة ايضا تبين سليمة. نتأكد من هاي الدائرة، ايضا ماكو شورت، ايضا ماكو شورت. نجي نشوف هاي الدائرة هنا، ماكو شورت. هنا ايضا ما عندنا شورت، ولا هنا عندنا شورت، ولا هنا اكو شورت. هنا عندنا شورت، هنا ايضا عندنا شورت. خلينا نشوف هذا المكان. اخوان الشورت عندنا هنا على هذا المكثفات اللي هنا عليها شورت، وهنا عندنا مكثف عليه شورت. خلينا نشوف الممانعة على هاي المكثفات اللي يبين عندنا عليها شورت. ساعدنا هذا المكثف عليه 9.4 أوم، والمكثف الآخر على نفس الدائرة 9.5 أوم، وهذا المكثف اللي كان عندنا أيضا يبين عندنا عليه شورت 9.4. نفس القيمة، نفس الأومية على المكثفات الثلاثة هذول، تدل على أنه الشورت على الدائرتين هو شورت واحد. يعني هاي الدائرة سبب توقفها، سبب توقف هاي الدائرة عن عمل ممكن تكون هاي الدائرة، أو هاي الدائرة سبب توقفها عن عمل هو وجود خلل بهذه الدائرة. أول شيء راح نعمله راح نرفع المكثفات هذني ونشوف الشورت راح ينزال عندنا ولا لا. خليكم متابعين. يا شباب جينا على الميزة الثاني. أول شيء خلينا نسويه، خلينا نرفع المكثفات
اللي اشتبهنا بيهم شورت، خلينا نشوفكم اياها تحت الميكروسكوب قبل ما نرفعهم. هاي الدائرة الأولى اللي كان عندنا بها شورت مثل ما واضح أمامكم. هسه راح نقيس هذا المولتيميتر أمامكم على وضع الدايود على هذا المكثف مثل ما تشوفون، يبين عندنا شورت شورت. ولو قسنا الممانعة على وضع الأوم تشوفون هنا عندنا 9.6 اوم، وهنا ايضا 9.7 اوم. ولو رحنا على الدائره اللي اخرى اللي كنا مشتبهين ب او شفنا عليها المشكله اللي هي هذه اللي هنا، الدائره الاخرى مع الارضي على هذا الطرف 0 اوم، وعلى هذا الطرف 9.5 اوم مثل ما واضح امامكم تحت على المولتي ميتر. اذا هاي الدائره بها مشكله وهذه الدائره بها مشكله، فراح نجي اول شيء نقوم برفع المكثفات ونقوم بتكرار عمليه القياس. نبدا بهاي الدائره لانه هاي الدائره هي الاساسيه على الاغلب. فان المكثف الاول، نجي نفان المكثف الثاني، وهذا المكثف الثاني. المكثفات الاثنين قمنا برفعهم زين. خلينا نجي نقيس على مكان المكثفات ونشوف شنو الفرق اللي صار عندنا. هسه على وضع الاوم ان شاء الله تكون الشاشه واضحه امامكم، شاشه المولتيميتر. لو جينا قسنا على اطراف هاي المكثفات، هنا عندنا 9.7 اوم، هذا دليل على انه اكو شورت بعده. هنا صفر، وهنا صفر او 9.5 اوم، وهنا صفر. اذا الشورت لا زال موجود، والدليل لو حولنا على وضع الدايل وقسنا بهذا الشكل، هنا شورت، وهنا اصلا المسار الارضي او جهة الارضي، وهنا ايضا شورت، وهذا طرف الارضي. اذا الدائرة لا زال بها شورت، اذا المكثفات على الاغلب سليمة. خلينا نجي نتأكد من سلامة المكثفات. اوبن لوب، وهنا ايضا اوبن لوب، المكثفات سليمة ما بها اي مشاكل. مو صدق المكثفات زين. ممكن لانه هذول المكثفات مرتبطين بالاي سي هذا، فمثل ما تشوفون اثنينهم مرتبطين بهذا الاي سي، فممكن تكون ممكن يكون سبب الشورت اللي موجود عليهم هو هذا الاي سي. ولكن قبل ما نقوم برفع الاي سي، وايضا هو مثل ما تشوفون مرفوع قبل هسه، خلينا نشوف هنا على هذا خلينا نشوف هنا على الدائرة الأخرى. عندنا هنا هذا المكثف أيضا، هذا المكثف الآخر أيضا عليه كان شورت. خلينا نشوف وضع الشورت عليه بعده موجود ولا لا. وبعد عندنا شورت على هذا المكثف، خلينا نرفع هذا المكثف الآخر. رفعنا هذا المكثف من مكانه، خلينا نجي هسه نتأكد من الشورت لا زال قايم ولا راح مع الأرضي. بسم الله، هذا هو أرضي أصلا، هذا مسار الأرضي شفنا، وراح عندنا الشورت مثل ما تشوفون إخوان. هنا راح الشورت عندنا بعد رفع المكثف هذا. خلينا نجي نتأكد من سلامة المكثف نفسه ونشوف إذا عليه شورت أو لا. هذا المكثف نقيسه، بسم الله، المكثف مشرد ووجب استبداله. فراح نجي نعوض مكثف محل هذا المكثف، هذا نرميه.
ما نروح نجرب الجهاز، خلينا ناخذ على وضع الدايد ونشيك اذا ظل عندنا شورت او لا، نجي نقيس. نعم شورت شورت طبعا نسبة حصول هاي الصدفة بالمليون واحد، انه يشيل مكثف عن بورد كسر ويطلع المكثف تالف، المكثف اللي عوضناه هنا تالف بالدليل. شوف هسه المكثفات بعد ما رجعناها محلها وشلنا المكثف الاخر راح الشورت. اي تشوفكم هسه نقيس، ما عندنا شورت هنا ولا عندنا شورت هنا. ليش؟ انه المكثف اللي بهاي الدائرة اللي عوضنا هو طلع سبب مشكلة، سنتقيس على أطرافه ما بشورت. طيب هذا مكثف من دائرة أخرى من اللابتوب، نجي نتأكد هسه نرفع الممانعة أو على وضع الدايد نقيس، ما ظل عندنا شورت بالدوائر اخوان. هذا في الطرف الارضي، هذا طرف الموجب. الدائرة الاخرى اللي كان عندنا عليها شورت هي هذه، نجي نقيس ما ظل عندنا شورت. خلينا نروح نشغل التلفزيون السوية شباب ونشوف نتيجة العمل، خليكم تابعوا النتيجة اخوان. نربط الباور، بسم الله الرحمن الرحيم. ربطنا الباور ومثل ما تشوفون بينت الاضوية مال الشاشة علقت، نقلوها بهذا الشكل. خلينا نشوف راح تشتغل الشاشة ولا لا، واشتغلت الشاشة وعرضت صورة مثل ما تشوفون. الحمد لله والشكر اخوان. وبس اخوان هذا كل شيء اللي عندي بفيديو اليوم، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو تنسونا من الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. كان وياكم سيف قدام من قناة قدام تك، في امان الله.